والجماعات التجارية في هذه الأماكن العامة نقدر نوصل لهم الفكرة والهدف المنشود للاستراتيجية التسويقية اللي احنا حاطينها للبي اس جي ستور. من ناحية ثانية ممكن نتكلم عن الشباب الإقطاري نفسهم ان عندهم مشاكل كشباب يبي يعرف النادي اللي هو مملوك للحكومة الإقطارية يبي يكون يعني توفر له خدمة انه يشوف المباريات. طيب انت بتشوف المباريات لازم نوفر لك مكان، نبي نوفر لك شيء تشربه، تبي نوفر لك اكل معين انت تحبه، انت تحب تجي، اسعار مناسبة. كنا نعرف ان شاب يعني بشكل عام محدود الدخل يحتاج اشياء يعني تكون بسيطة ممكن تخليه يتردد دائما، ويكون المنيو مثلا خلينا نقول الطعام او الشراب يكون مناسب للقطريين. هذه الفكرة الأولى للأودينس 1. أودينس 2 أنا عندي اللي هم الفرنسيين. طبعا كلنا نعرف أن يعني الجاليات الفرنسية في قطر كبيرة، متوفرة في كل مكان، شغالة في القطاع الحكومي الخاص، في الاثنين شغالين، يشغلون بنوك، يشغلون الوزارات، يشغلون حتى الأماكن الحكومية في الدولة. ممكن تتكلم أن الفرنسيين كشعب معروف كأحصائيات أنهم يتواجدون في الفيسبوك أكثر شيء. لما نتكلم في الفيسبوك معناته انه ممكن نوصل لهم، والفيسبوك يوفر لنا خدمة مميزة اللي هو ممكن احنا نحدد نسوي سلكت من حسابنا الرسمي في الفيسبوك، ان نحدد نسوي سلكت للفرنسيين اعمارهم من كذا لكذا. احنا طبعا نقصد فرنسيين من 15 سنة الى 50 سنة، احنا مع الفرنسيين بنتوسع لان اكثر الجاليات الفرنسية ومعروف اصلا كشعبية فرنسية مارسيليا نمبر 1 ونادي باريس سان جيرمان نمبر 2. فاحنا بنتكلم عن طبعا جالية كبيرة، فهذه هي النقطة اللي احنا حابين نتكلم عنها. عندنا نقطة ثانية اللي هي الفرنسيين نفسهم، ممكن لما نوصل لهم الفكرة عبر الفيسبوك بتكون اقل تكلفة، لان خلال الفيسبوك انت ما تكلف مثلا شركتك او المتجر شيء كمثلا بوسترات على الصحف او المجلات او حتى هذه، يعني ما راح يكون لها تكلفة، هذا بيكون تكلفته بسيطة. طبعا الفرنسيين ايضا عندنا ممكن انت واصل لهم من فكرة معينة عبارة عن خطة المتجر، هي عبارة عن ان احنا نكون توصل مثلا مع السفير الفرنسي او السفارة الفرنسية المتواجدة في قطر هنا، فهذه الفكرة بتكون متوسعة اكثر من السفارة. لما السفارة تتكفل في الموضوع وتكون لها مثلا نسبة معينة نتفق عليها اللي هي عبارة عن اعلانات سواء اس ام اس لان عندهم تواصل مع الفرنسيين، عن ايميلات ممكن عروض اول باول نتواصل معاهم.